ودلوقتي هنعمل مع بعض بقى ايس كريم. نبدا بقى في الايس كريم. احنا هنعمل مانجا طبعا موجوده دلوقتي بكثره واسعارها خلاص بقت الحمد لله متوفره ويعني معقوله، فنبدا ان احنا ممكن نعمل منها ايس كريم. ده كمان بتبقى حاجه موفره شويه ان انا بعمل من نص كيلو مانجا حبه عصير ايس كريم قد كده، وطبيعي وحلو جدا وما فيهوش اي افتكاسات، يعني هو مجرد مانجا وكريم شانتيه بس. كريم شانتيه مضروب زي هو اللي كاني هزوق بالظبط تورتايه او جاتو او اي حاجه، واخد عامله مثلا كيس واخد منه كوبايتين، هو بيطلع كوبايتين الكيس عامه الكريم شانتيه، ونص كيلو مانجا مضروب بوريه بالشكل ده، وعندي شويه قطع بقى كده ايه ازين بيهم. فهاخد هنا مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الكريم شانتيه خلاص مضروب بالمضرب عادي خالص. طيب نيجي بقى للمانجا، مش محتاجه سكر على فكره ولا عسل ولا اي حاجه، هضربها برضو بعد ما شلتها كده من القشر بتاعها، و يعني بوريه بقى ابدا ايه اعملها بوريه كده. ضربت كده بالشكل ده بالمضرب، هي ما فيهاش العسل كله كوز ولا سكر ولا اي حاجه كفايه بالسكر اللي فيها. احط الكريم شانتيه عشان اديها قوام بقى الايه بتاع الايس كريم. انت بتاخدي ايس كريم قد المانجا، يعني كوبايتين مانجا عليهم كوبايتين الايه الايس كريم مضروبين، واضربهم مع بعض بالمضرب تاني. اجيب بقى علبه علبتين اي حاجه بقى، علبه كبيره بوله زي ما هي غطيها واحطها زي ما انت عايزه، بس يعني هتغطيها طبعا بلازم بالسلوفان او بالستريتش. معانا ام محمد، اهلا وسهلا، كلمينا تاني يا ام محمد. بس كده زي ما قلت لك، عايز تحطي في علب ماشي، عايز تحطي في البوله زي ما هي بس تغطيها، لازم تتغطى وتحطيها في الفريزر اللي يريحك. بس دي بتقعد حوالي 4-5 ساعات، يعني اعمليها ونسيبيها لتاني يوم، يبقى احسن نتيجه تديكي نتيجه افضل.